امام عاشور. امام عاشور، بسم الله الرحمن الرحيم. كده يا كابتن، في مفاجاه في موضوع امام عاشور، ان العرض ده موجود في نادي الزمالك منذ 10 ايام بتاع ميتلند الدنماركي. نادي الزمالك شايف ان امام عاشور من يعني لعيب من اساسيات الفريق، فكان شايف ان العرض ده ما ينفعش يطلع للاعلام عشان الفرقه ما تتفكش، يبقى يحصل دوشه في الفرقه، ده هيروح ده هيمشي. فالموضوع نادي الزمالك قدر ان هو يتكتم على موضوع العرض لحد ما وصلنا النهارده. مصدر مقرب من امام عاشور كنت بتواصل معاه النهارده، ان الامام عاشور تواصل مع كابتن محمد زيدان. كابتن محمد زيدان كان مع حضرتك في التليفون النهارده في الحلقه، هو اتكلم معاه قال له انت رايك في العرض ايه، عشان الكابتن محمد زيدان طبعا كان موجود في نادي ميتلند الدنماركي. قال له لا، العرض مهم جدا ودي خطوه مميزه ليك، اللي انت ما تنتقل لفريق اوروبي، اللي انت تقدر تروح تلعب في دوريات كبيره بره. فامام عاشور بالنسبه له العرض بقى تفاصيل العرض المالي لنادي الزمالك. والزمالك عنده نيه يبيع امام؟ ما انا هاجي لحضرتك دلوقتي في الكواليس. العرض وصل لنادي الزمالك ب 3 مليون دولار نادي الزمالك، بس الراتب الشخصي لامام عاشور قليل. امام عاشور الفتره الاخيره كان عنده عرض من الدوري الفرنسي وعرض من الدوري التركي، بس كان الراتب المالي لامام كان كبير، بس القيمه الماليه لنادي الزمالك كانت قليله. يعني الزمالك موافق بال 3 مليون دولار قصدك؟ دلوقتي حاليا نادي الزمالك في اجتماع والقرار هيصدر صباح الاثنين ان شاء الله بكره، لاما بوقاء امام عاشور في نادي الزمالك او رحيل امام عاشور على نادي الزمالك. الاقرب حتى الان رحيل امام عاشور. رحيل امام عاشور وبالرقم ده ولا هيطلب رقم اكبر؟ لا بالرقم ده. وعايز اقول لك حاجه برضو يا كابتن سيف، ان امام عاشور خلال تجديد تعاقده في اخر فتره حينما الاستاذ امير مرتضى منصور قعد معاه وقعد مع وكيله علشان يجدد العقد، امام عاشور كان طالب 20 مليون جنيه. نادي الزمالك ما كملش القعده مع امام. فامام دلوقتي هيبقى قدامه خيارين، لا اما نادي الزمالك هيقرر رحيله تمام، لا اما نادي الزمالك هيقعد مع امام وهيجدد تعاقده. فبكره هتبقى هيبان الازمه، خاصه ان امام عقده ينتهي الموسم الجاي. بس لحد دلوقتي الاقرب هو رحيل امام عاشور عن نادي الزمالك. اتحاد بوليفيا عنده حاجه مع برونو سافيو؟ اكمل على كلام حامد بس كده. قول. انا بقول لك بنسبه 95% امام عاشور خلاص مضى في ميتلاند الدنماركي، الموضوع شبه منتهي خلاص. طلع اشاعات من فتره كده ان النادي اللي مضى معاه اللي هو نورتش لاند الدنماركي اللي بيملكه يعني اشاعه طلع ان هو بيملكه ياسين منصور رئيس رابطه رئيس لجنه الانديه في الاهلي، شركه الكره السابقه في الاهلي سابقا في لكن الموضوع ده غلط. نادي نورتش لاند بيتبع محمد منصور مش ياسين منصور، لان يعني البعض ربط ان هو امام عاشور هيطلع من الزمالك على نورتش لاند وبعدين يعني يطلع على النادي. هو مضى، انا بقول ان هو مضى وخلص مع نادي ميتلاند الدنماركي ما يقدرش يمضي على ذمه الزمالك بموافقه نادي الزمالك. نادي الزمالك يعني بناء على رغبه اللاعب والعرض المالي اعتقد هو 3.5 مليون دولار. فده عرض مالي كويس بالنسبه لامام عاشور. فشايف ننتظر لنرى.